اليوم كان عندنا لقاء في ديال ورشه البنيه التحتيه الاساسيه في المدينه، واللي كان نقاش تفاعلي ونقاش هادف وجاد، وكانت مقترحات وتوصيات تشخيص الواقع اللي شملت محاور هي كالتالي: الماء والكهرباء، شبكه الماء والكهرباء على مستوى المدينه، البنيات ديالها على مستوى المدينه، والخصائص اللي كاين لتشخيص بارقام بمعطيات، وكذلك كانت تطهير السائل بمعطيات بارقام. وكان عندنا نقاش حول البنيه التحتيه الطرقيه في المدينه على مستوى المحاور الاساسيه، والبنيه على مستوى البنيه الداخليه ديال الطرق، والمساله والاشكال ديال التنقل والسير والجولان في المدينه، وكذلك نقاش حول الاناره في المدينه كمرفق مهم في المدينه. اليوم لمسنا هذه النقط وهذه المحاور على الاساس فيهم على اننا في مدينه تمارا بنيه فيها ما زالت متحوله، ما وصلناش للوجيكتيف، ولكن بنيه متحوله، مجموعه ديال المشاريع الان طرقت في برنامج العمل ديال التنميه على مستوى الاقليم لشهاداتها، طرقاتها في مداخلها في المساحات الخضراء وغيرها، لكن باقي المدينه محتاجه اكثر، لانه حسب معطيات الاحصائيه ديال الاس سي بي ولا المعطيات ديال التشخيص ديال البلون داميناجمون ديال مدينه تمارا، حنا غاديين في 400,000، فهمت، وغاديين في بناء 70,000 وحده سكنيه في المدينه في السنوات المقبله، بمعنى هناك تطور عمراني، هناك نمو ديموغرافي لابد ان تواكبه بنيه تحتيه اساسيه اللي كتجود فضاء العيش على مستوى المدينه، وكذلك في طرقاتها، في انارتها العموميه، في بنيتها التحتيه، في الماء والتطهير، في شبكه الربط الكهربائي، وفي السلاسه في على مستوى السير والجولان. كما شفتوا العرض كانت في معطيات اللي هي ارقام دقيقه جدا في 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 مختلف المحاور اللي تناولها، وكانت مداخلات ديال الفاعلين المدنيين والمواطنين والمواطنات اللي تقريبا حضر الورشه 41 شخص، وتفاعلوا بمداخلاتهم واقتراحاتهم وتوصياتهم، وهمهم واحد على انهم يشوفوا مدينه تمارا في احسن من الحسن الاحسن اكيد، وهمهم هو انه يشاركوا في صناعه القرار العمومي عن طريق مساهمتهم في تشخيص الوضع في وضع برنامج العمل الجماعه اللي هو منحولهم الدستور في اطار التشاور العمومي والتشخيص. اكيد بانه مازال عندنا محطات اخرى ومحاور اخرى اللي غنلامسوا قضايا اخرى ان شاء الله، وهي هذه الا بدايه الحمد لله، وبالتوفيق للجميع وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.